هاي مثلا اكو هاي الحديقه الحديقه ما كانت موجوده اي ما كان عندنا حديقه على حلوها هذا آه هذا الصف أيوة. اه تمام يعني كانت عندنا هاي اللوفه وكل ما الوفه انطخ بالحايط تفضلي الى صفك الدراسي الله يا الله شنو هاي هسه راح تقول لي على يا رحله انت تقعدين اكيد مو تمام تمام على طول كنت اقعد بالاخير لانه ما شاء الله النظر كان 100 على 100 صدق مو 6 على 6 بس هسه لا طبعا كبرنا بعد خلاص فالنظر صار قليل هسه نقعد هنا احسن ما يعني نقعد بالاخير هو لا انا راح احكي الحقيقيه الحقيقيه هو نريد الحقيقيه احنا عفنا هذا المقعد أيه؟ من كم سنه من 72 من 72 فوزيه حسن عبد الحسن لا عبد الحسين عبد الحسين أيه؟ طالبة بصراحة كانت مجتهدة ضعيفة متلكئة وسط يا شاطرة 100% 100% كل الشاطرة كل الشاطرة لأن همي كله هو الدراسة